طبعا بعد اللي حصل ده يا استاذ فطين ما عادش ليك مكان بينا في المدرسه، وانك تكون معلم واستاذ وقدوه للتلاميذ. يؤسفني يا استاذ فطين ان بلغك انك مرفوض من المدرسه، وبقيت حسابك وملف خدمتك الاداره هتوصلهم لك لحد البيت. حصل يا معلم. هو ايه؟ اترفد من المدرسه. بص يا معلم احكي لك المشهد. خارج يا معلم وشه في الارض مكسور يا عيني وبيعيط، والمدرسه ورا عماله تعيط كمان عينك في نور. صراحه يا معلم انت افتريت عليه قوي. ده انا تصدق يا معلم صعب عليا. انا مفتري كان ماشي كده ووشه في الارض وبيعيط وصعب عليك. صعب عليا يا معلم فيصعبش عليك حاجه يا اوبا. طب مش يا استاذ الهربان ده هنعمل فيه ايه؟ جينا بقى للكلام اللي بجد. ما ينفعش طبعا نسيبه هربان وحر طليق، لانه بالشكل ده هيبقى خطر علينا وعلى البوس الكبير. عشان كده بقى عاوزكم تفتحوا عينيكوا قد كده على الواد بومبوني والولا ستيشن، هم اللي عارفين سره وعارفين مستخبي فيه. بقولك يا معلم مش ناوي الحاوي الكبير تفتري عليه شويه؟ هفتري عليه بس واحده واحده مش كده. الحاوي الكبير ده اصله له معزه خاصه قوي لان المرحوم ابويا الله يرحمك يا بابا، عشان كده ما اقدرش اعمل اي حاجه من غير ما ابلغ الباص الكبير، عشان محضر له خارجه تليق بمقامه. الحب يا ولاد هو سر السعاده، أينما يتواجد الحب تتواجد الحياة.
انا بقدم اعتذاري لمستر فاتين، انا واصحابي قدام الفصل كله بناكد له ان احنا مش هنعمل غلط تاني. وكمان بعد ما عرفنا اللي حضرتك عملته مع صاحبنا دودي كان لازم نعتذر لك، وعلشان كده جبنا لحضرتك الهديه دي. احنا اسفين يا مستر. سامحنا يا مستر. سامحتكم يا اولاد، متشكر جدا. اتفضلوا. الولاد في المدرسة اللي وحشوني قوي، ايه الغرب ده يا ربي؟ منك لله يا شيخ محمد رجل، منك لله. إلهي يا رب نهر النيل العظيم يجرفك، يجرفك وتغرق فيه كده، وتفضل عطشان وما تلاقيش بق مية واحد بس يبل ريقك، زي ما انت بمشي في ريقي كده يا شيخ. الولاد حبايبي عملوا ايه بعد ما مشيت من المدرسه؟ زعلوا قوي يا فاطي. طب وجعيتي؟ ده اتاثر قوي عليك وقعد يقول يا حبيبي يا استاذ فاطي، يا حبيبي يا استاذ فاطي. حبيبي يا جعيتي. طب وحضره الناظر الاستاذ عزيز؟ بتسال عليه ليه؟ مش ده اللي رفضك؟ برضه عشره يا لميها، عشره برضه. وبعدين هو غصب عنه. مش مهم، ماما قول ميشو فين دلوقتي؟ وإيه اللي خلاه يعمل كده؟ مش عارف بس أكيد فريد بيه الجندي مسهل علينا المأمورية، هو السبب في اللي بيحصل ده كله. خلاص يا فاطين بقى، معلش ما تزعلش. قولي لي يا لمياء، المدرسات عملوا إيه بعد ما أنا مشيت من المدرسة؟ عملوا إيه يعني إيه؟ ما عملوش حاجة. ما عملوش حاجة إزاي يعني؟ لا أكيد زعلوا طبعًا، ده ذاكر انا شايفهم بعناية دي وهم بيعيطوا في الشباك. وانت زعلهم يهمك قوي؟ طبعا، مش زميلاتي يا لمياء. وبعدين انت كنت فين؟ ها؟ ما شفتكيش يعني وانا ماشي يا استاذه يا اللي اسمك خطيبتي. هو انا ما قلتلكش اصلا النهارده كان عندي ماتش البينج بونج، ثالثه ثالث وثالثه رابع، ده النهائي النهارده يا ابني. وما يتأجلش يعني ماتش البينج بينج ده علشان خاطر خطيبك حبيبك يا لمياء. طب ما تزعلش يا فاطين بقى. لا لا انا زعلان لا زعلان بجد يا لمياء، يعني اللحظه دي ما تبقاش خطيبتي اللي المدرسه كلها عارفه انها خطيبتي موجوده فيها وانا بترفض كل يوم يا لمياء. معلش يا فاطين، اصلا انا بحب اللحظات الوداع مش بحبها، وبعدين انا هبتدي اصحى انا كمان اهو. لا خلاص يا لمياء، خلاص عشان ما تصحيش بقى انا كمان بقى. صباح الخير يا ميشو، ألف حمد لله على السلامة يا سيدي. صباح الخير يا أنتيكا، أنا بالي قد أولا السجارة ديت ممنوع يا سيدي، ثانيا معلقة عسل هتبقى في يدك على الصبح. لا 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 لا، لازم تأكل، لازم تاكل يا سيدي، ما هو الجرح مش هيلم الا لما تاكل. يلا يلا
ايوه ها واحده هتاكل ها يلا يا سيدي. بقول لك انتيكا عينيا، انا بقالي قد ايه هنا؟ انت بقالك يوم وليله ها، وجايب لك بقى شويه اكل هيعجبوك تماما. ها يلا يلا يا سيدي. انا تعبتك معايا قوي انتيكا. ما انت طول عمرك تعبني، ايه الجديد يعني؟ لكن المره دي بقى انا مبسوط جدا من تعبي ده. انا في ليه؟ لانه في خدمه الانسانيه المعذبه، في خدمه الخير. يعني انت مبسوط عشان اتصبت؟ لا طبعا، انا مبسوط لانك شفت النهايه وحسيت بيها، وده يمكن يخليك تتغير وتبقى انسان كويس. لسه النهايه ما جاتش انتيكا، مش قبل ما اشوف نهايه فريد الجندي على ايدي. تعرف يا ميشو، انت مثال لانسان القرن 21 اللي فاكر نفسه هيراكليس وبيتعامل بمبدا وقانون الغابه. يا ميشو افهم، كل الدول الكبيره المغروره بقوتها على مر الزمان سقطت، حتى الموجوده دلوقتي هتسقط. وده ليه؟ لان الانسان ما بيتعلمش من اللي فات، الكل باصص قدامه وبيدوس على اي حد، مع ان نهايه كل شيء الموت والفناء. كلنا يا ميشو هنموت وكلنا هنفنى. اسمع كلام انتيكا يا ميشو، انا لما انعزلت عن العالم اللي برا ما كنتش صح ابدا، لاني حبست نفسي في بير غويط عميق. وانت لما نعزلت على الناس وحبيت تطير فوق في الهواء برضو ما كنتش صح، لانك طرت فوق وملكش جناحين، لانك انسان مش طير يا ميشو. ومكانك هنا يا ميشو على الارض، برضو مصيرة تعمل اللي في دماغك يا ميشو. على العموم اعتبر كلامي ده زي اي كلام وخلاص. هقوم اعملك عصير يا ميشو. نسكافيه يا انتيكا. نسكافيه يا ميشو.